ما أمي. يقول الله تعالى في سورة الدخان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. قد يقرأ البعض هذه الآيات ولا يفهم معنى كلمة فاعتلوه، والمقصود منها في سياق هذه الآية هو جلوه بغلظة وشدة. وقد قرأ بعض القراء هذه الكلمة كعاصم وأبي عمرو: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. وقرأها بعضهم كنافع وابن كثير: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. لغة القرآن.